السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد، فلوق جديد، وجهه جديده ان شاء الله. اليوم غادي نمشي لواحد البلاصه اللي غادي تكون واعره ديال بصح، فيها التاريخ وفيها الحضاره وفيها شحال من حاجه. المهم اصلا غادي تكونوا شفتوها ديجا في المينياتور. المهم الفيديو ديال قبل كنت صورته هنايا في هذه القصبه ديال قصبه القندافي، وغادي نمشيو لهذيك البلاصه اخرى. من قبل غادي نبارطاجي معكم الاجواء هنايا وشويه من الطريق ديك البلاصه ان شاء الله. كونوا معنا. ديك البلاصه الاخوان راه جايه من هذيك الجهه، ولكن من قبل غادي نبارطاجي معكم الاجواء هنايا. شوفوا معايا الطبيعه، شوفوا معايا الواد داك، الله يحفظ الدرس السلامه تاعو هنايا. شوفوا معايا الواد الاخوان، ما انتما الواد اللي غادي نهبطوا حتى لعندو غادي نصوروه ان شاء الله. ما عرفتش الاخوان فين كاين الطريق، المهم نتبع هنايا. واخا صراحه ما بانش لي الطريق، والله ما عرفت كي غندير، يعني هنا كاين فيه الزق بزاف. عندك الله نطيحو. انتما الاخوان يلاه سولت هذاك السيد، يعني بقيت تنغوت واش كاين على الطريق، صغيدي لو غراسي صغيدي لو غراسي، قال لي كاين، يعني غبط غير من تما. المهم غادي نحاول، واخا صراحه كتبان لي الطريق، شوف يعني كتبان لي الطريق صعيبه. غادي نحيد التصوير حتى نوصل لتحت ان شاء الله، يعني حيت خصوصا كاين الريح بزاف. ايوا المهم الله يحفظ السلامه، شكرا بزاف لذاك السيد، يعني هو سرح الغنم تما، شكرا ليه بزاف وتحيه ليه. غادي نحاول نهبط هنايا، ما كاين لا تصوير لا والو. انتما الاخوان باش نبارطاجي معكم الطريق، ما عرفتوش هنايا، يعني غادي نهبط من هنا. الطريق صراحه ديال المعز يا ربي، اولا هاد الجهه والله ما عرفت فين كاينه بالضبط. المهم غادي نشوف هاد الجوايا كاملين، غنحاول شويه بشويه حتى نوصل لتحت ان شاء الله. خصني غير نوصل لهاد الجهه، يعني هاد البلاصه، هاديك الساعه نكمل. باقي لها هي الطريق، لقيتها باقي لها الخوت، ها هي الطريق. اي هي 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 الطريق، اخيرا اخوان لقينا الطريق. يا بسم الله، شتي فاش كتخليها على الله، الله كييسر لك، واي حاجه صعيبه كردها لك سهله. الحمد لله ونشكره. نمشي من هنايا نتبع هاد الطريق، هانتوما خوتي هبط من ديك الطريق كاملة. دابا مبقى ليا و بقى لي غير نوصل للطريق ديك القنطرة، و غنصور لكم الواد الما ديالو باين ديال التلج. بقات ليا شي 40 ولا 45 حتى لساعة ديال الطريق. وسمحوا لي في هاد الفيديوهات ما غاديش ندير ديك القضية انه مثلا حاط التليفون نبدا ندير دوك اللقطات، ندوز نبقى نتمشى، هذاك الشيء واخا زوين صراحة ولكن غيضيع عليا الوقت، خصوصا هنايا يعني ما بغيتش نغامر براسي. علاش الا مشيت تا بقيت تما وكانت الشتا راه مشكلة، إلا صبات الشتا ولا الثلج راه مشكلة، خصني نرجع. خصوصا الطريق بين تماك تلتلات يعقوب تقريبا شي ساعة ونص، يعني مشكلة ساعة ونص تل ساعتين. غادي نحاول نمشي، وأي بلاصة وصلنا ليها راه غادي نبارطاجيها معكم. أنتما الإخوان لقيت هنا شي دريجات، واش مقبرة ولا شي بلاصة، المهم نتبع الدريجات حتى للطريق إن شاء الله. وغادي نوريكم علاش بالضبط اختاريت هاد الطريق، يعني ما مشيتش مع الكودرون. أنتما غادي تشوفوا دابا دابا. صافي اخوتي، هاد الفيديوهات كما قلت لكم غادي يكونوا بحال هكا، غادي نبارطاجي معكم اي حاجه كاين الريح. شوفوا معايا اخوتي، ها انتما هاد القنطره، كنظن هاد الماء جاي من الثلج. غادي نبارطاجي معكم، يعني غنخليكم بلا ما تشوفوا وجهي، راه مليتو مني. صراحه الباكتاج ثقيل عليا ولكن غنصبر، عندي ما ندير، الصبر خاصك تصبر 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 لا بغيتي توصل ان شاء الله. اهم حاجه تقاتل وصبر وربي غادي ييسر لك. غيد ياك يرحم والديك،
هذاك السيد بقى كيصفر ليا بقى كيعيط ليا، قال لي راه ماشي تماك الطريق، انا خصك تدور عليهم يعني هاد الجهه. ونعم الرجال، المهم غادي نمشيو مع هاد البلاصه. يعني كنت غنطلع لديك الجهه، راه كنت نيت انا براسي شاك حيت كنشوف هاد البلاصه يعني ما فيهاش طريق. نمشيو مع هاد الفوسي ولا ما عرفت سميتو، نمشيو مع هاد الحافه تنتلاقاو مع الطريق. الواد باقي غادي نرجعوا ليه ان شاء الله. ايوا كونوا معنا، هادي هي الرحله ديالنا. باش تيقونا الاخوان، شوفوا معايا الجبره ديال الثلج، غنقرب لكم باش تعرفوا بلي الشتاء ولا الثلج راه قريب، يعني راه زوره ما كانوش كاع كيبانوا. المهم كل مره كيقربوا شويه. شوفوا معايا، الله يحضر السلامه، خصني باقي الوقت. اهم حاجه عندي دابا هي الوقت، الوقت خاصني نصور. يعني صراحه كنتمنى من الله نرجع وما كاينش الشتاء. يا الاخوان تمشيت تقريبا شي 20 دقيقه أولا 18 دقيقة. المهم الوجهة ديالنا إن شاء الله غادي تكون تينمل، يعني تينمل ولا تينمل غادي نمشيو ليها إن شاء الله. كاينة تقريبا مورا هاد الجبل، ما هو ماشي جبل، المهم مورا هاد نمشيو ليها إن شاء الله وغادي نصورو فيها. كاين فيها واحد الجامع، ويقدر التصوير ديال داك الجامع غيكون في فيديو آخر. هذا غادي نديرو غير الطريق اللي تينمل، يعني الوجهة، حيت صراحة كاين ما يتبارطاجا بزاف، خصوصا الطريق، يعني كاينة شحال من حاجة خاصها تبارطاجا في الطريق. وبغيت نبارطاجي معكم اي حاجه. دابا غادي نطلعوا، هانتوما كما كتشوفوا هذا واد. المهم غادي نطلعوا دابا وغادي نكملوا الرحله ديالنا اللي تينمل. غتكون بقات لي تقريبا شي نص ساعه ولا ما عرفت. المهم انا غادي نكمل ان شاء الله. سمحوا لي الا جاكم الملل من لا فيديو، ولكن راه ما عندي ما ندير، يعني كدوز كتبان لك شي حاجه كنبغي نبارطاجي معكم. هادي دابا اللي مورايا، المهم وصلت للدوار، دخلت لواحد الدوار، يعني من بعد هاد الدوار غادي نلقى مسجد تينمل اللي معروف. المهم هنايا مدارس ديالهم، غير قلت نبارطاجيهم معكم مدارس ديال هاد الدوار، واقيلا ديال تينمل هادي ولا ما عرفت. المهم ما عرفت السميه ديالهم. هانتوما الاخوان الدخله ديال الدوار، راه هو المسجد بدا كيبان ليا، ما عرفتش واش غادي يبان ليكم نتوما. نقربو ليكم اولي. واخيرا يا اخوان بعد عناء طويل، تقريبا شي ساعه ديال الطريق، وصلت لتينم، وصلت للمسجد. راه دابا قدامي غادي نوري لكم دابا، راه هو الاخوان مسجد تينم. غادي ندخل ليه، غادي نبارطاجي معكم، ولكن كنظن غادي يكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. يعني حيت كثرت في هذا الفيديو، غادي نخلي هذا الفيديو تكون بحال قلت الطريق نحو هذا المسجد. المسجد هو مورايا، واحد الكلي بلاي مشكلة. شوفوا معايا هانتوما، راه هي الشتا جاي عاوتاني، يعني خاصني نكمل هاد الشيء قبل ما توصل. اكبر مشكل هو هذا. المهم حنا دابا حدا المسجد، ها هو المسجد، ها هو مسجد تينم. داكشي علاش غادي نقول لكم وصلنا للنهاية ديال هاد لا فيديو، يعني الفيديو ديال الطريق. السلام عليكم، بخير؟ اريد ترسم غي ديك؟ ها؟ ارسم غي؟ واخا يعني غنستقط رز، ماشي مشكل ياك، يرحم والديك، هاكا يحفظ ربي. المهم الاخوان وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو، يعني ديال هذا الطريق. بارطاجيت معكم ماكسيموم ديال الحوايج. دابا غادي نمشي نتصل بهذا السيد اللي مكلف هنايا، غادي نتصل به نقول ليه حل هذه البلاصه، نمشي نصورها ونديرها لكم في فيديو الجاي ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو، عجبكم داكشي اللي بارطاجيت معكم خصوصا في الطريق، يعني اي حاجه كنديرها كنبارطاجيها معكم. ديروا لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، شي تعليق كيفرحنا. اهم حاجه بارطاجيو، يعني بغيت الناس الجداد يدخلوا يشوفوا هادشي اللي كندير، حتى هما الى عجبهم يبارطاجيو مع اصحابهم. وتحيه لاي واحد بارطاجا، غادي نقول لكم تهلاو، ما تنساوش هذوك اللي دخلوا ديروا ابوني. غادي نكملوا الفيديو، يعني هاد البلاصه خصوصا التاريخ ديالها غادي بارطاجي معكم في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو.